من ضفاف نهر النيل الخصبة إلى امتداد شبه جزيرة سيناء القاحلة، تتكشف ملحمة يوشع بن نون، حكاية عن إيمان لا يتزعزع، وقيادة لا تتزعزع، ووعد لا يتزعزع بعهد إلهي. ولد يوشع بن نون، المعروف أيضا باسم يشوع، في قبيلة أفريم، إحدى ألقب إلى 12 لإسرائيل، لي صبح منارة للا أمل وسط محن وشعبه. منذ سنة مبكرة أظهر صفات استثنائية، حيث أكتس بثقة وتقدير أقرانها ومقعمر موقا كأقرب رفيق للنبي موس. طوال رحلتهما على الشقة من العبودية نال مصري، وقف يوشع إلى جانب موس، وشهد بنفسها لمعجزاتها الاستثنائية التي تحدت قوانين الطبيعة. لقد لاحظ انشقاق البحر الأحمر ونزول الوصايا العشر وتخليص شعبه الإلهي من الاضطهاد. تميز إيمان يوشع الراسخ وطاعته الراسخة لأوامر الله كقائد من عيار استثنائي. تألقت حكمته وشجاعته وفطنته الاستراتيجية أثناء إرشاده الإسرائيليين عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الغادرة. ما تجاوزنا للتحديات والانتكاسات بتصميم ليتزعزع، بعد وفياد موس، سقط عبء القيادة على عاتق يوشع، عبئ حملها بكل لطف وتواضع، كلف بتحقيق الوعد لإلهي بقيادة شعبها إلى أرض الميعاد في كنعان. واجه يوشع مهمة الشقة، الإسرائيليون الذين تهوى في الصحراء لمدة 40 عاما بسبب عصيانهم، فقدوا إيمانهم وامتلكهم الخوف من احتمال مواجهة القبائل الكنعانية الهائلة. وقف يوشع أمام التحدي بعزم لا يتزعزع. لقد ذكر شعبه بوعد الله الراسخ، وأكد لهم الانتصار وحثهم على الثقة في الإرشاد الإلهي. أشعلت كلماته إيمان الإسرائيليين من جديد، وتجمعوا تحت قيادة يوشع، مستعدين للانطلاق نحو مصيرهم. تحت قيادة يوشع، شهد الإسرائيليون عبورا معجزيا لنهر آل أرادن، وهو حدث يماثل انفصال موسى للبحر الأحمر عندما وطأت أقدمهما أرض كنعان. واجه وسلسلة من المعارك على الشرسة ضد آل كنعانين، اللذين بدت قوتهما العسكرية لا يمكن للتغلب عليه. ثبت براعة يوشع الاستراتيجية وإيمانه على الراسخ أنهما حاسمان في مواجهة آل الشديد. لقد خطط حملاته بعناية، واستغل نقاط ضعف خصومه، واعتمد على التدخل الإلهي عند الضرورة. مع كل انتصار نمت ثقة الإسرائيليين واندفعوا إلى الأمام، واستولوا على أريحة، أول مدينة رئيسية في كنعان، وفرضوا سيطرتهم على معظم أرض الميعاد. تجاوزت قيادة يوشع ساحة المعركة. لقد غرس في الإسرائيليين إحساسا بالوحدة والهدف، وذكرهم بعهدهما مع الله وأهمية الالتزام بالشرائع. أسنظما للحكم قائما على العدلة والرحمة، وضع الأسس لما جتمع مزدهر صالح. ظل يوشع طوال فترة حكمه خادما متواضعا لله، يعزو دائما انتصاراته ونجاحاته إلى الإرشاد إلى إلهي. لما يسعى أبدا إلى لصلطة إلى الشخصية أو إلى مجد، بلا كرس نفسه بالكامل للوفاء ببعثته وضمان رفاهية شعبه. تعتبر حياة يوشع بن نون شهادة على القوة التحويلية للإيمان والطاعة والتصميم الراسخ. لقد قاد شعبه عبر أشد الأوقات ظلما، وقادهم إلى تحقيق مصيرهم الإلهي. يلهمنا إرثه لمواجهة التحديات بشجاعة واحتضان وعود الله، وللسعي إلى الصالح في جميع مساعينا.